نشوة تصل في المركز الثالث، تقطع المسافة في فترة زمنية مقدارها 9 دقائق 44 ثانية. سبع الزمن الثانية، التهاني لسمو الشيخ راشد بن سعود المعلى، والتهاني لسالم بن خلفان بن شاوي الغفري. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، مشاهدينا الأعزاء، نجدد لكم الترحيب في انطلاقات هذا الصباح، شوطا يتبع شوط، شوطا ينتهي وشوطا آخر يسير في الاندفاع ويسير في التحدي من خلال هذه المنافسات الصباحية. شاهدنا مع حضراتكم 10 أشواط في الانطلاقات الصباحية، كما نذكر الجميع بانطلاقة المساء ستكون في الساعة 3 من بعد ظهر هذا اليوم، والخاصة بحول وزمول أصحاب السمو الشيوخ. هذه الانطلاقة اللي أمامكم الآن مشاهدين الأعزاء هي 11 في الانطلاقات والتحديات والمنافسات. ينطلق شوطنا 11 في هذه اللحظة الخاص بالجعدان، الثنايا، المحليات، الأصايل، والتي تسير من خلال هذه الاندفاعة. نبدأ مع حضراتكم ونقول بسم الله، وهذه انطلاقة المركز الأول، شاهين لسمو شيخ حمدان بن راشد آل مكتوم مع المضمر الخطير أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي، ولكن مياز السلالة الصوغانية، هذه مياز، أو هذا مياز، وصل ليحتل المركز الثاني لهجن العاصفة، وبدت الأمور الخطيرة، يا الخطير، الله، يا سلام، شاهين، ومياز، وشاهين، ولكن شاهين يهدي بن راشد سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم تحية وفوز وناموس في صباح هذا اليوم هنا على أرضية ميدان المرموم. تهانينا والناموس، بينما صاحب المركز الثاني مياس لهجن العاصفة، تهانينا أيضا كذلك لهجن العاصفة، بينما المركز الثالث شاهين لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم كذلك أتانا ووصل ثالث المراكز في هذه الأثناء. نشوف المركز الرابع، سراب لسمو الشيخ راشد بن أحمد المكتوم يأتي المركز الرابع، والمركز الخامس لهجن العاصفة. عودة مشاهدين الأعزاء إلى توقيت شاهين ومنافساته الأخيرة في لقاء هذا الشوط. شاهين لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، تهانينا على الفوز والناموس، وتهانينا كذلك إلى المضمر أحمد بن سلطان بن رشيد. كان الموعد حاضرا مع 10 دقائق 8 ثواني 6 أجزاء من الثانية، والتوقيت الزمني. أما صاحب